فرقة بدأت من حوالي 3 سنين. كان في كلوبس بيج بودي كانوا عاملين بوث موضوع عملوا ريكروتمنت لعيبه وكانوا بيقيسوا الوزن والطول وكده. جمعنا في شهر 7 والتمرين بدا عادي، كنا حوالي 100 بلس بلايرز بير براكتس. The game in Egypt is still very new. It's been a very good experience so far. It's a lot of fun. There's a lot of guys that are really excited about playing football. And that's been a lot of fun. It's enjoyable. There's a lot of guys that are willing to sacrifice things to play football, and it's a lot of fun. There's it's changing. It's different than when I first started. When I first got here, teams are starting to get equipment and pads. It's just getting better. اللعبة دي مختلفة جدا عن معظم الرياضات اللي احنا جربناها في حياتنا في الوطن العربي او مصر عامة. هي لعبة جماعية وفي نفس الوقت لعبة عنيفة، مش لعبة فردية من العنف زي الملاكمة، التايكوندو، الكونغ فو. الموضوع بدأ معايا، كنت جاي اصور ماتش، لقيت الفريق بتاعنا بيكسب بفرق، في ثقة بنت لذينة، في روح مش طبيعية ما بين الناس وبعضها. بس انا مش فاهم، يعني اول مرة اشوف فريق في الجامعة، اول مرة اشوف مجتمع زي ده في الجامعة بيساعدوا بعض على حاجة مختلفة، على ان احنا نبقى كلنا ناس نشيطة، ناس رياضية، ناس بتراعي صحتها وجسمها، وفي نفس الوقت بنلعب رياضة بتغير ثقافة. يعني رياضة مش بس مجرد عنف، مش بس مجرد ذكاء في الملعب، مش بس فكر في اللعب، لا، هو في التزام، وده اهم حاجه في اللعب. التزامك جوه الملعب بينعكس لازم على التزامك بره الملعب. كنت جاي اجرب اشوف الناس هنا بتعمل ايه، الرياضيات بتتلعب ازاي. لقيت عدد كبير جدا من اللعيبه جايه تتمرن. اللعيبه دي من خلفيات رياضيه مختلفه جدا، في اللي جاي من كوره، باسكت، فولي، سباحه، جودو، تايكوندو وهكذا. كنت مستغرب ازاي اللعيبه دي كلها ممكن تلاقي بوزيشن تلعب فيه في الامريكان فوتبول. وبعد كده اتعلمت ان اي ريشيو ما بين الطول والوزن بيبقى ليه سبيسيفيك بوزيشن ممكن يتلعب فيه، بمعنى ان الرياضه دي بتاكسبت اي حد يلعب فيها. Football, in my opinion, is the greatest game, and so it's not life, but it teaches you a lot about life. All sports do, and particularly in football, because it is such a big team sport. You have to have 11 guys that are on the same page every single play, and if they're not on the same page every play, then it's a disaster. And so it's a very personal sport, man. You get hit and you get knocked down and you have to get back up, and it hurts and it's not fun all the time, but you have to suffer through that. You have to get used to that. You have to just push through. And so it really teaches you how to persevere in life, and it teaches you how just how to really dig deep and get what you need and keep going. And that's one of my favorite things about football and what it does. الأخوة اللي في اللعبة دايما بتزيد قوي مع فكرة العنف والتيم ورك اللي بيجي من الاتنين، فبتتعلم فعلا ان انت تخلي بالك من اللي جنبك وتلعب اللعبة صح على قد ما تقدر، مش عشانك بس عشان كل واحد جنبك، اللي على يمينك واللي على شمالك.
الكونفيدنس اللي تتاخد ان الواحد فعلا يكمل حياته مع اللعبه دي صعبه، لان هي لعبه عنيفه جدا، مش سهله تتلعب، محتاجه سكيل ست حلو جدا، ومش سهل برضو يتجاب، وبتحتاج وقت. بس واحده من الامثال اللي مشهوره جدا في الرياضه، hard work beats talent when talent doesn't work hard. فلازم دايما الواحد يتمرن ويجرب ويعمل مره ثانيه وثالثه ويغلط، واهم حاجه ان هو يتعلم ويعترف بغلطاته. دي اكتر حاجه احنا بنحاول ننميها. كلنا من اكبرنا لاصغرنا عارف ان هو بيغلط، بس بنحاول على قد ما نقدر ان احنا غرورنا او ثقتنا بنفسنا ما تعلاش لدرجه ان احنا ما نشوفش الكلام ده. من الحاجات اللي استفدتها من يوم ما بدات التمرين، من يوم ما بدات اللعبه، بقيت عارف يعني ايه التزم بالثانيه، يعني ايه الثانيه بتفرق، يعني ايه ان انا اللي جنبي يميني وشمالي ده اهم بكتير قوي عشان المنظومه كلها وعشان اللعبه كلها لازم تكمل. الامريكان فوتبول بتربي جواك ان انت لو انت مصاب هتلعب، لو انت بتموت هتلعب، لو انت مهما كان تقدر تلعب، لانها بتلعب على المنتل ستيت بتاعتك مش بس الفيزيكال ستيت. امريكان فوتبول فعلا ادتني الدرايف والدفعه اللي انا تخليني اهتم جدا بالرياضه واهتم بنفسي رياضيا. بعد ما ابتدينا نتمرن اكتر، ابتدت الناس اللي بتلعب مع بعض في نفس البوزيشن ترتبط ببعض اكتر. ابتدينا نلعب سكريمج، فابتدت الناس اللي بتلعب مع بعض سواء ديفنس او اوفنس ترتبط ببعض اكتر. وبعد اول ماتش لينا بقى عندنا روح الفرقه، او بالاصح العيله. احنا هنا ناس بنشوف بعض في الجامعه في التمرين وبره الجامعه، احنا اخوات في التمرين وبره التمرين. طيب احنا حاليا في الفترة الحالية بنحاول نشتغل على قد ما نقدر مع كل الفرق التانية ومع إيلاف ان احنا ننشر اللعبة على قد ما نقدر في اكتر من مكان في مصر. بنحاول نساعد ان فرق جديدة تقوم سواء على مستوى الجامعات او برا الجامعات. حاطين زي بلان للونج رون على مستوى اللعبة على مستوى الجمهورية كله، ان احنا اولا هدفنا ان احنا اللعبة تنتشر في كذا جامعة، بداية جوه القاهرة وبعديها في اسكندرية. عايزين اللعبه تنتشر في المدارس. احنا شايفين، يعني انا رايي الشخصي ان اللعبه دي لو دخلت في المدارس هتفرق كتير جدا، بدايه من ثقافه الطلبه اللي بيطلعوا من المدرسه. اللعبه ملائمه جدا لثقافتنا كمصريين. قعدنا فتره كان في هاي هوبس كتير، كنا عندنا افكار كتير، عايزين نعمل ماتشات دوليه، عايزين نوصل بالفرقه ده، لان اوريدي كان معروف ان في هيبقى في كاس عالم للامريكان فوتبول. فاحنا كنا عايزين نطلع بفرقه بتمثل الجامعه، يبقى في منها عدد كبير جدا في منتخب مصر. So as a team or as Egyptian, the Egyptian football players, we would like to go to the World Cup in 2015. And so that's definitely a goal and something we think about and want to do and would like to be a part of. And it'd be personally, I think it would be really cool to just be a part of that and see it happen, especially being here in this time when the equipment's come in for the first time, and get to see that and experience that and maybe get to represent the continent of Africa in the World Cup. And even bigger, especially for me as an American, is my family and friends back in the States. They see Egypt and they just see the bad news on TV. You know, they see when the revolutions happen. And so it would be cool for there to be something like this, some news like this out of Egypt. It's not normal, it's not common. It would be a good story. It'd be something that's different and is positive. And I would love to see that happen for Egypt, because it's a wonderful place and they're good people. And it would be a good way for us to move to the next step as the Egyptian Football League.